فضل الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح لإمام القيم رحمه الله؟ وإن كانت نسبة صحيحة، فهل ألفه قبل تتلمذه على الشيخ الإسلام التيمي أم بعده؟ أم بعد ذلك؟ جزاكم الله خير. والله لا أعلم عن هذا شيئا، لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته إليه صحيحة، ولعله كان قبل أن يتروى في العلم، لأن فيه أشياء استند إليها وهي غير مستند صحيح.